قزبور هو من المواد اللي خصها تكون عندنا دائما حاضره، لان اولا بعدا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الكوليسترول، مشاكل ديال القلب والشرايين، فلما كيستعملوه شويه فهاد العيد كبير، وخا هو الطبيب كيكون عاطيهم واحد حميه معينه كيعاون واحد شويه بحال قلتي كيغلف لينا هذيك التغذيه ديالنا. القزبور من المواد اللي كتحسن قول التفاعلات البيولوجيه اللي كتكون في الداس ديالنا. كاين ناس وحدين اللي ما خصهمش ياخذوا القزبور، هما اللي كيكون عندهم لابتيت طونسيون، يعني الطونسيون كيكون كيطيح ليهم ما ياخذوش، لانه من المواد اللي كطيح لنا الطونسيون. اما الاستعمال ديالو ضروري في هذا الشهر او في هذه الايام المباركه وفي العيد خاصه، فهو مهم جدا يكون عندنا في الطاوله ديالنا او في المائده ديالنا، وعنده فوائد كبيره كما ذكرنا. اذا الاهم ديالها هو تحسين الجوده ديال الجهاز الهضمي والاشتغال ديالو بحال اي ماده من المواد اللي فيها الزيوت الاساسيه. والانسان انه يحاول دائما يكون عنده يستعمله مع الشواء، يستعمله في الطبخ، وغادي يكون احسن ان شاء الله. القزبريه بس شنو كاين في السوق من ناحيه الجوده والثمن سي مهدي؟ تبارك الله، القزبر هو ارخص صحيح، رخيص وارخص عطريه، ارخص في العطريه، رخيص الثمن ديالو، وتبارك الله كاين عندنا موجود في المغرب بلادو هذه، يعني كاين ما خافوش منه، وحتى الثمن ديالو رخيص. شحال تقريبا دابا ديال القزبر؟ 25 درهم. 25 درهم الكيلو، حنا ما غنشوفوش كاع كيلو الواحد كيخدم غير 100 غرام 125 غرام راه فوت انا العيد لي نص ربع. وحنا عادة ندوم العبارات اللي كناخذوا يا ربعة كبيرة يا ربعة صغيرة يا ربعة، لأنه حتى العطرية ملي كتطحن إلا بقات مدة طويلة داك حل سد عليها حل سد عليها كتنقص من الجهد ديالها شي شوية. أولا دكتور عماد بالفعل يعني ما خصناش، وخاصة أن العديد دابا من الأخوات حنا ما نقولهمش بدلوا داكشي اللي في الكوزينة كامل، ولكن لأن حتى البلاستيك ملي كدار فيه العطرية كتفقد شوية داك المصداقية ديالها كنقولوا حنا، ديك الفائدة ديالها. فمن الأحسن اللي كانت عندها امكانيه انها تكون في قرايه ديال الزاج غتكون احسن، ولكن دائما العدو اللدود ديال العطريه هو اشعه الشمس، الرطوبه والسخونيه اللي كتكون عندنا في المطبخ ديالنا. اذا دائما نحاولوا نبعدوهم على هاد الثلاثه ديال العوامل اللي كيمكن ياثروا لنا باش في الجوده ديال هاد العطريه هاد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.